هذا الفوز وهذا الناموس. الشوط الثاني مشاهدينا الكرام هو شوط خاص ايضا بالحقائق القعدان، وبرنامجنا لهذا اليوم خاص بالحقائق القعدان 13 شوطا، بينما الكلمه في هذا الشوط تنتقل للزميل حمد بن محمد الزعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه من هنا من ارضيه ميدان الشحانيه. شكرا للزميل سعد العتيبي على اذاعته لما سبقني به من الشوط الاول الرئيسي، بينما هذا ايها الاخوه كما ذكر هو الشوط الثاني في الترتيب وكذلك في المجموع. نفتتح اذاعه هذا الشوط لكي هناك ليس يعاد هناك مسافة، إنما المسافة هي 3 كيلومترات، ونبدأ مع المركز الأول ومع شعار الزقيبة. شعار الزقيبة مشاهدينا الكرام راشد بن محمد الزقيبة هو مع مزاح، هو من يحتل المركز الأول. ننتقل ونتعرف وإياكم صوتا وصورة إلى المركز الثاني، ومن يحتل المركز الثاني مشاهدينا الكرام يصن فيه الشبابي للسيد محمد بن علي بن مذيب، هو من يحتل المركز الثاني، بينما حصل تغيير من قبل العابر لعبد الله بن سعيد بالأسود، هو من يحتل المركز الثاني. وهناك كذلك مشاهدينا الكرام التجاوز من الجانب اليمين من الشبابي للسيد محمد بن علي بن مذيب، النقلة على المركز الرابع. الرابع مشاهدينا الكرام الواري لعلي بن ناصر آل بخيته، هو من يحتل المركز الرابع وغير الى ثالث المراكز، بينما هنا يصلنا في المركز الخامس، يحتل المركز الخامس ويتجاوز بهذه اللحظات بديع للسيد عبد الله بن محمد بن طفله، هو من يبدع هنا في خامس المراكز. اذا ندانا مشاهدينا الكرام ينحصر هنا مع الخمسه المراكز الاولى المتقدمه ومع الخمسه النجوم. 1800 متر يا جمهورنا العزيز، 1800 متر يا مشاهدينا الكرام يا مستمعينا الافاضل. وهناك الزقيبه في مقدمه هذا الشوط، راشد بن محمد الزقيبه مع مزاح، مزاح ومن سلاله مزاح ها هو يتالق في هذه اللحظه بين مار الخطوره مشاهدينا الكرام، والمحاوله من الاسم الجديد اللي ما دعناه في ندائنا الاول بديع لصالح بن حمد العاض، بديع بديع مشاهدينا الكرام، اراه يقترب واراه يحتل المركز الثاني. يا سلام يا بديع، بينما هنا في المركز الثالث، المركز الثالث يصل الواري لعلي بن ناصر آل بخيته، هو من يحتل المركز الثالث، وهنا في المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا الكرام الشبابي للسيد محمد بن علي بن بثيب، والمركز الخامس يصلنا خامسا ايها الاخوه بديع للسيد عبد الله بن محمد بن طفله. يا سلام، الله الله الله. اذا نعود مباشره الى مقدمه هذا الشوط والى الصداره هناك. يا سلام، الله الله الله. هناك مزاح مشاهدينا الكرام لراشد بن محمد الزقيبه، هو من يتالق وهو من يقود مساري هذا الشوط، بينما هنا الخطوره بانت من بديع مشاهدينا الكرام، بدا يبدع في انطلاقته وبدا يبدع في هذه اللحظات، مبدع تعود ملكيته او بديع للسيد صالح بن حمد العاض. يا سلام يا العاض، بينما هنا في المركز الثاني مشاهدينا الكرام الشبابي للسيد محمد بن علي بن مذيب، المركز الرابع ايها الاخوه لنكب الندال الثالث بديع للسيد عبد الله بن محمد بن طفله، والمركز الخامس اسم جديد بن قطامي مشاهدينا الكرام، شعارها هو مبلش للسيد مبارك بن محمد بن قطامي، يحتل المركز الخامس. خلونا مع بديع مشاهدينا الكرام وشعار العاض، شعار العاض يا سلام يقود هذه الشعارات في هذه الانطلاقة الثانية من ضمن انطلاقاتنا في هذا اليوم، 600 متر الأخيرة. والعاض هنا، العاض يحاول، ولكن هنا محاولة كذلك من الزقيبة، وهنا كذلك أيضا محاولة من ابن طفلة. يا سلام الله، بديع مشاهدينا الكرام وبدون أي أوامر تذكر، بدون أي أوامر تذكر يقود المسار ويحتل المركز الأول. يا سلام، بديع مشاهدينا الكرام يبدع في هذا اليوم كما أبدع كذلك في السباقات الماضية، ها هو بديع وها هو كذلك أيها الإخوة يبدع في هذا اليوم. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا مشاهدينا الكرام، يحق لنا باسمي وباسمكم جميعا أن نزف التهنئة محملة على ظهر بديع إلى مالك صالح بن حمد العاض. يا سلام، الله الله الله،
إذا من المية متر الأخيرة يحق لنا كما ذكرت أن نزف التهنئة لصالح بن حمد العاض على فوز بديع المركز الثاني. مشاهدينا الكرام يصل فيه بديع أيضا لعبد الله بن محمد بن طفلة المركز الثالث، يصل في المركز الثالث الشبابي لسيد محمد بن علي بن مذيب. المركز الرابع مزاح لراشد بن محمد الزقيبة. المركز الخامس يصلنا خامسا مبلش للسيد مبارك بن محمد بن قطامي. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، ها هو مبدع يبدع في هذا اليوم كما أبدع في السباقات الماضية. ها هو لحظات وصوله إلى خط النهاية، 4 دقائق 54 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. التهنئة نزفها لصالح بن حمد العاض كما نزفها أيضا لسالم بن علي بن سفران على فوز مبدع وتحقيقه تحقيق بديع لهذا الشوط. المركز الثاني مشاهدينا الكرام يصل فيه مشاهدينا الأفاضل أيضا بديع قاطع المسافة في 4 دقائق 56 ثانية، 12 جزءا من الثانية. التهنئة نوصلها لعبد الله بن محمد بن طفلة المركز الثالث. يصلنا ثالثا الشبابي 4 دقائق 57 ثانية، جزء واحد من الثانية. الثانية نوصلها أيضا للسيد محمد بن علي بن مثيب على هذا الفوز. إذا أيها الإخوة مشاهدينا الكرام بانت نتائج هذا الشوط، وكانت التهاني محملة على ظهر بديع لمالك وكذلك لمضمره ولشعاره. نهني كل الفائزين على هذا الفوز بينما حظ أوفر لمن لم